حياكم الله اعزائي المشاهدين. اليوم ويانا برنامج شاي وكذب، مو برنامج صباح طبعا، احنا بس نقدم. ويانا ست زهور الممثله الجميله الفنانه، طبعا احنا كل الشرف ان احنا قاعدين وياها اليوم ويا شاي وكذب. ويانا الشاب الوسيم والممثل الرائع حسين حافظ. سؤالين، واحد كذب واحد صدق. فاحد من الفنانين اللي ويانا راح يعرض لنا الظرفين واحنا راح نختار، وراح نقول هذا الموضوع اللي حكاه صدق لو كذب. نضل نساله ونطلع الكذاب، يجوز يطلع صدق ويجوز يطلع كذب على حسب. فاكيد يعني ليديز فيرست، فست زهور هي اللي راح تبلش. نعرف انه بحياتك ما مكذبه، يعني انت كلش حقيقيه. انا عمري ما وصلت يم الحقيقه. نبدا منك؟ يلا. اوكي. مره رشحوني اكون نائبه بس رفضت. اوكي زين. نائبة بالبرلمان؟ طبعاً. أوكي. على يا قائمة؟ ما قبل وان. إذن إحنا وصلنا. إذن إحنا وصلنا خلاص. شكراً. بعدني. لا يحتاج. تحكي بالأرقام ما يصير. عادي عادي. أنا أصلاً رافضة هذا الموضوع، يعني فكرة كلها رافضة. هذا بالله همين. نشوف شنو موضوع. مرة كنت أمشي بسيارتي وضيعت رقم السيارة، ولقيت واحد كاتب لي على الإنستا رقمك يمي. شنو نوع سيارتك؟ لكزس. قد الرقم؟ ما حافظ الرقم، لا تقول لي حافظ الرقم. زين، شلون وقع من السيارة؟ دام شو وقع؟ فجأة هيجي؟ هي اللوحة. لكزس لو كورونا. لا لكزس. متأكدة؟ متأكدة. شلون وقع؟ ما أعرف. شوية. بس أنا أقول صدق. ممكن بيها. بي ديتيلز الموضوع. أنا أقول صدق. أنا هم أقول صدق. صح. حقيقة. هذا هو كشفنا. مش قدرت أحاول يعني أبين لكم كذب، بس صح فعلًا هذا الموقف صار وياي. بس كل فضل علي هذا الرجل. أي والله. مرة حركت السيارة مع جيراننا وكنت منتظرها تنفجر. شنو حركتها؟ يعني ما كنت اريد احرقها للسياره، بس حطيت وصله بالخزان مال البنزين وشعلتها. ايش قد كان عمرك؟ يمكن 6 سنين 7 هيك صغير يعني. 6 سنين. وسويت وراها يعني رجعت البيت لو شنو؟ اكيد المعلومه بالشارع يعني من كتلت؟ لا ما حد كان يدري. سياره شنو نوعها؟ يمكن برازيلي. يمكن؟ ما تتذكر؟ يا لون حمرة. أنا أحس صدق. وين همينة؟ يعني أحس من الحمرة. من قال حمرة؟ يعني أنت هو اللون الأحمر. أنت شنو برجك؟ أنا دلو. دلو حلو. لا دلو ما يعرف يكذب. والله؟ هاي صدق؟ أنا أقول صدق. يعني يطلع منك كذا شيء أنت. إي أنا همينة شاكي. مجرم. يطلع منك هاي. هي شنو هي القصة باختصار؟ جيران اللي قدامنا كانوا كل ما توقع عليهم الطوبه يشقوها ويدبون لنا اياها. اوكي. حلو؟ فانا كنت صغير، فكنت من تنشق الطوبه يذبها احس انه شلون ذابح ابني. حسوا بي انا بنتي مخطوفه. يعني كلي كنت انقهر. فكانت عندهم برازيلي، البرازيلي كان مال مي مال بنزين مالتها مو قفل. ممكن تفتحه بايدك يعني. ففتحته وحطيت وصله بالجسمه وشعلتها وانهزمت، ومرته قاعده بالسياره وانا واقف كنت انتظر شو وقت تنفجر. شنو صار؟ ربك هو كانوا طابقين يم دكان وطلع شاف الجسمه فاجرها وطفاها الحمد لله على سلامه هاي العائله. خلي يشوفون حتى يشوفون الحادث اللي صار وياكم. انا اتذكر نسحب الثاني. اول سفره لي لسوريا كانت تهريب، ومره ردت اروح تهريب على اليونان بالغابه. حتى كذبه مصفط. لا مبين بعض. يعني بعض هنا شاطب 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 اشياء مبين يكذب يعني. يريد يكذب. ما متاكد يعني. ما متاكد لليونان وغير مكان. تعرفت على فانز من المعجبات وصارت علاقه وخطبتها و شنو؟ وفسخت. وفسخت قبل سنه. اوكي هاي كذب، اعطيني الصدق. قويه. مرحبا. مو ابد للاخير. يعني للاخير. بقرا الصدق. كان عمري 12 سنه واخرجت فيلم سينمائي، وكان احد ابطال الفيلم نجم كبير، وانفعلت اثناء العمل وطردته من السيت. اني يعني
الاول اني انا اعرف انت اخرجت فيلم عمرك 12 سنه فاذا القصه حقيقيه. بس انا ما مقتنع فيها. يعني اساس شنو تقول صدق لو كذا؟ انا اقول هاي صدق. ماني ما مقتنع. يعني هو 12 سنه وده يخرج واستوى بداياته يعني ما ممكن يطرد يعني يريد يثبت. ايش كاتب الاثنين كذا انت شنو؟ اكيد يعني مستحيل تسويها. بعدين انت اخلاقك ما تسمح لك تطرد شخص بسيط. الله الله اشوف شوف الجواب لاحظ لا لا هو الصدق. القصه هذه حتى المشاهد يعرف يعني كان عمره 12 سنه خرجت فيلم كان بطوله جلال كامل وسوسن شكري وادي حافظ عليه تمام. فطفل ما بس يعني قانون التصرف او الى اخره. فوالدي مدير انتاج كان بالعمل وممثل فابنه وابنه اب قال لي ابني بسرعه يلا اشتغل يلا معك. فانا كمخرج لازم اثبت نفسي يعني لبس من بعد اذنك استاذ حافظ اترك السيت واطلع يعني طارد ابوك وهاي ذاكرها بس من باب المهنيه حتى لا العالم تاخذ الله حبيبي وصديقي يعني. يلا سوي باي باي الكاميرا باي باي للعامة 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 للعامة